السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. ذكرت لكم قصة سواد الصحابي الذي افتعل مخالفة مقصودة لهدف في نفسه في معركة بدر. ذكرت لكم قصته، دعونا نسمع قصته ثم المفاجأة أن إخوة أرسلوا لي بهذه القصيدة، قصيدة جميلة، فقلت لابد أن أشارك بها المتابعين والمشاهدين الكرام والكريمات. دعونا نسمع ما قلت في سواد ثم نقول القصيدة معا إن شاء الله تعالى، ولعلنا يعني نجعلها مشروع لأبنائنا وبناتنا يحفظونها ويفهمون معناها. جميل يعني هكذا الأسرة تجتمع حول المائدة مثلا بعد صلاة المغرب ويقرؤون هذه القصيدة ويشرحها لهم الأب أو الأم، ويذكرون الأبناء والبنات بهذه المعاني الجميلة من صحابتنا الكرام. نرى المقطع ثم نعود للقصيدة إن شاء الله تعالى. بينما كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يضبط الصفوف في بدر، كان في يده قدح يعدل به القوم، فمر بشاب يسمى سواد ابن غزية حليف بني عدي بن النجار، وهذا من الأنصار، وكان متقدما من الصف، فالنبي أراد أن يرجعه إلى الصف فطعنه في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد، فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، قال فأقدني، طلب أن يأخذ بالقصاص، فكشف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بطنه وقال استقد يا سواد، قال فاعتنقه سواد فقبل بطنه، فقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. تخيلوا إخواني هذا المعنى، يعني قال قد أموت قد أستشهد، فأريد أن يكون آخر عهدي بك يا رسول الله هذا الذي فعلت، فدعا له بخير. أهلا بكم، أقرأ لكم القصيدة. وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسم وبعود غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما، قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما، ألمتني بالعود يا خير الورى؟ فاستغرب الجمع الغفير وهمهما، ما ظنكم ماذا يكون جوابه؟ هذا رسول حاز خلقا عظما، فتأملوا في قائد ومجند قد أزهر الإسلام حبا فيهما، هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسلا ومعلما، يعطيه ذاك العود دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما، وإذا به في لهفة وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الظما، يجثو سواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجم، ويعانق البطن الشريف بوجهه متبركا متمرغا كي يغنم، يا سعده قد نال حظا وافرا، اصغوا إلى ما قال حين تكلم، يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش يسير عرمرما، لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما،
فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أو في سعير أضرم، لكن جلدي مس جلدك علني أمضي، وجلدي عن جهنم حرم. صلى عليك الله يا خير الورى، قد صار حبك في شراييني دما. أتمنى على كل أسرة أن تعلمها لأبنائها وبناتها وتذكر لهم قصة سواد، وأن يشتهر هذا الصحابي الجليل بين الفتية وبين شباب المسلمين. أترككم في رعاية الله، ولا تنسونا من دعواتكم.